هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة أسيوط، فيها تم افتتاح المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة أسيوط الجديدة. في المنوفية تم الإعلان عن البدء في إنشاء طريق جديد بيربط بين طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بالخطاطبة بتكلفة 630 مليون جنيه. كمان في اسكندرية كان في فحص ل 1106 من المرضى في قافلة طبية ببرج العرب. وفي محافظة بورسعيد تم خفض درجات القبول بالثانوي العام إلى 243 درجة استجابة لرغبات أولياء الأمور. تفاصيل المحافظات متابعة. محافظات مصر شهدت أحداث كتير. في محافظة أسيوط تم افتتاح المجمع الطبي للتأمين الصحي بمدينة أسيوط الجديدة ضمن خطة المحافظة في التوسع في تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين بكافة مراكز وأحياء المحافظة. وبيقدم هذا المجمع كافة الخدمات الصحية لمختلف القطاعات، وبيخدم أهالي مدينة أسيوط الجديدة والمنطقة المحيطة بها بمستوى عالي من الخدمات الطبية والأجهزة المتوفرة بالمجمع والأطقم الطبية. في المنوفية أعلنت المحافظة عن البدء في إنشاء طريق جديد يربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالخطاطبة بالمنوفية، وده لتقليل الوقت وخلق محاور جديدة بتسهل الحركة. بيبلغ طوله 21 كيلومتر في الاتجاهين بتكلفة 630 مليون جنيه، وبيعد هذا الطريق الجديد واحد من أهم المحاور في تلك المنطقة نظراً لربطه بالطريق الصحراوي. أيضاً محافظة الأليوبية دشنت المبادرة الشبابية بلدنا أحلى اللي بتطلقها مديرية الشباب والرياضة، وبتهدف لتجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب. بتشمل المبادرة أعمال نظافة عامة ودهانات وزراعة أشجار وتعليق لافتات إرشادية. وبيشارك في المبادرة شباب وفتيات من أعضاء مراكز الشباب في 100 مركز على مستوى المحافظة، وده خلال شهري يوليو وأغسطس. كمان في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بمنطقة بنجر 6 على مدار يومين بالوحدة الصحية التابعة لمنطقة برج العرب الطبية بالإسكندرية، وده في إطار مبادرة حياة كريمة. القافلة ضمت 7 تخصصات هي بطنة، أطفال، نساء، تنظيم أسرة، جراحة عظام، أنف وأذن. وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1106 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم، وتحويل 10 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. في الفيوم أعلنت إن الهيئة العامة للطرق والكباري انتهت من تنفيذ الأعمال الإنشائية بكوبري الحيوري الجديد على مصرف البطس بمنطقة كشك المرور بمركز طمية، وده بعيداً عن منطقة الكوبري القديم المتهالك أعلى هدار الحيار، وده بعد حدوث تصدعات بيه. كما تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ الحوائط السندة ورصف مداخل ومخارج كوبري الحيار بالكامل، كما تم الانتهاء من الأعمال الصناعية الخاصة بتغطية بحر النقلة الواقع في مدخل الكوبري، وتم الربط بينهم بهدف دخول الكوبري الخدمة تيسيراً للحركة المرورية. كمان أعلنت محافظة بورسعيد تخفيض درجات القبول بالثانوي العام ل 243 درجة بدلاً من 249 درجة استجابة لرغبات أولياء الأمور، وبعد الدراسة اللي قدمتها مديرية التربية والتعليم، وخاصة إن القيادة السياسية والدولة بيولي اهتمام كبير بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج. في الوادي الجديد أكدت مديرية التموين أنه تم توريد 550 ألف طن من محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين. محافظة شمال سيناء أعلنت إعادة تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية في مدينة العريش جزئياً بعد تركيب قطع الغيار، وتم إتمام أعمال الإصلاح لطولمبة المرحلة الأولى، وتم تشغيل المحطة جزئياً، وجاري استكمال الإصلاح للمرحلة الثانية تمهيداً لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات ما بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة العريش ومديريتي الصحة والطب البيطري لتشغيل المحطة بكامل طاقتها وتلافي الأضرار حفاظاً على صحة المواطنين.